بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة رقم 7، مواصلة للكلام اللي ذكرناه في آخر محاضرة، اللي هو مسألة الهايبوثيسيس تيستينج أو اختبارات الفروض. فاليوم هناخد التيست فور فيريانس اللي هو سيجما سكوير، بالنسبة دي واحدة من معالم المجتمع. فإحصاءات الاختبار هنستخدم توزيع كاي سكوير، والقانون بيقول لي كاي سكوير بتساوي ان ماينس 1 مضروب في اس سكوير. اس سكوير كلنا عارفين انه ده تباين العينة مقسوم على سيجما سكوير اللي هو ده تباين المجتمع. درجات الحرية ب ان ماينس 1. نحن عارفين انه توزيع كاي سكوير لما نمشي نجيبه من الجدول بنكون محتاجين نعرف درجات الحرية للتوزيع اللي هو هيكون ب ان ناقص 1. لكم ناخذ اكزامبل. An instructor wishes to see whether the variation in scores of the 23 students in his class is less than the variance of the population. The variance of the class is اللي هو طبعا احنا هسه دارين نطلع المعطيات. زي ما ذكرت لكم في كل مسألة تكتبوا المعطيات عشان تشوفوا بالضبط المطلوب مننا شنو. فواضح انه اداني ال n ب 23، واداني من ال 23 العينة بتاعتي 23 حسب لي ال variance 198. فبالتأكيد ال 198 ده هيكون ال s square، ده تباين العينة. العينة اللي اخذتها حجمها 23. فقال لي is there enough evidence to support the claim that the variation of the students is less than the population variance اللي هو سيجما سكوير بتساوي 225 at الفا بتساوي 0.05. فبالتالي الفرضيات بتاعتي هو قال لي is less than the population variance، فبالتأكيد هيكون ال H naught بسيجما سكوير بيساوي 225 مقابل H 1 السيجما سكوير أقل من 25. فده أول حاجة بتكتبها في أي مسألة، تكتب الفرض العدم والفرض البديل. بعد كده بنجي نحسب القيمة الجدولية. طالما في علامة أقل من، شايفين علامة أقل من في الفرض البديل، فبالتالي التقسيمات بتاعت المساحات بتكون بالشكل الموجود أمامك هنا. المساحة الصغيرة بالشمال هيكون ب 0.05. ليه 0.05؟ لأن أداني معطى بالألفا ب 0.05، هنا ألفا وهنا واحد ماينس ألفا اللي هو هيكون 0.95. درجات الحرية كم؟ n ناقص 1، فبالتالي هيكون كاي سكوير 22. فهتفتش في الجدول، لو متذكرين درجات الحرية بيكون قاعدة في الجدول في العمود الأول، بنشوف ال 22 والألفا ب 0.95، فهنلقاها هنا واقعة في 12.338. ده الكريتيكال فاليو. فبالتالي دي منطقة الرفض وهنا منطقة القبول. نقوم نحسب كاي سكوير من القانون اللي قلناه قبل شوية، اللي هو كاي سكوير طبعا بافتراض انه سيجما سكوير او سوري انه الهايبوثيسيس كان صحيح. فهيكون القانون بتاعنا ان ماينس 1 مضروب في اس سكوير على سيجما سكوير، اللي هي بتساوي ال n قلنا ب 23 ناقص 1 تبقى 22 مضروب في اس سكوير ب 198 مقسوم، يفترض انه النال هايوزس كان صحيح، السيجما سكوير ب 225، هيطلع لي الناتج ب 19.36. ال 19.36 دي بقوم بشوفها واقعه وين هنا في محور اكس، بنعاين في محور اكس، اشوف واقع بعد ال 12.338 ولا قبلها. لو بعد القيمة الجدولية معناتها كده وقعت في منطقة قبول، فبالتالي هنقبل النل هايبوثيسيس. نحن تركيزنا كله في النل. ال 19.36 لو فرض انها كانت اقل من القيمة الجدولية، يعني وقعت هنا في منطقة رفض، فبالتالي هنرفض شنو؟ هنرفض النل هايبوثيسيس. يعني يا اما نقبل النل هايبوثيسيس يا اما نرفض النل هايبوثيسيس. قبلنا النل هايبوثيسيس معناتها السيجما سكوير بتساوي 225. رفضنا النل هايبوثيسيس طبعا
بشكل مؤقت هنقوم نقبل الفرض البديل له اللي هو انه سيجما سكوير اقل من 225. فبالتالي القيمة المحسوبة اللي حسبناها من القانون هيكون واقع في منطقة قبول، فبالتالي هنقبل اتش نوت، معناته ان سيجما سكوير ماله هيساوي 225. فلازم تكتب الكلام ده في اي امتحان، اي مسألة من النوعية دي اكتبوا الاستنتاج بتاعكم انه ال 19.36 وقعت لي في منطقة قبول، فبالتالي الديسيشن بتاعنا شنو؟ accept a null hypothesis، معناته شنو؟ there's not enough evidence to support the claim that the variation in test scores is less than the variation in scores of the population. ما عندنا support لل evidence بتاع انه ال sigma square اقل من 225، فبالتالي هنقبل ال H نوت انه سيجما سكوير ماله بيساوي 225. طيب امشي للتست اللي بعديه، دارين نعمل تيستنج للديفرنس بتوين تو مينز اللي هو ميو 1 ناقص الميو 2. طبعا عندي فيه ثلاثة حالات. الحالة الأولى لما يكون السيجما 1 سكوير والسيجما 2 سكوير الاثنين معلوم معلومات بالنسبة لي، فهنستخدم القانون بتاع زد، فبالتالي هنلجأ التوزيع الطبيعي المعياري كقيمة جدولية. بعدين لما نجي نحسب القيمة الجدولية، فالقانون بيقول لي زد بيساوي اكس بار 1 ماينس اكس بار 2 ماينس ميو 1 ماينس ميو 2 على الجذر التربيعي لسيجما 1 سكوير على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2. نقوم ناخذ مثال. قال لي في المثال a survey found that the average hotel room rate in city A is الدليل هو ب 88.42، ده شنو؟ ده ال x bar 1 ده لل city A. نمشي نشوف ال city B and the average room rate in city B الدليل ب 80.61 دولار، اذا ده ال x bar 2. assume that the data were obtained from two samples of يلا اداني 50 ل سي تي اي و 50 ل سي تي بي، فبالتالي ان 1 حيكون ب 50 وال 2 ب 50. And that the population standard deviation population، شوف اداني population standard deviation، معناتها هستخدم القانون بتاع انه سيجما 1 سكوير سيجما 2 سكوير مالون ار نون، دي بنستنتجها من المساله عشان نحدد نحن هنستخدم يا تحالة النون ولا الانون. فالدليل واضحة هنا في المسألة انه population standard deviation ماله معلومات والدليل قيمه ال sigma 1 سكوير ب 5.62 والسيجما 2 سكوير ب 4.83. at alpha بيساوي 0.05 can it be concluded that there is a significant difference in the rate؟ هل في اختلاف بين الميو 1 والميو 2 ولا لا؟ فبالتالي الفرضيات بتاعتي هتكون اتش نوت ميو 1 بيساوي ميو 2 مقابل اتش 1 ميو 1 ليز نوت ايكوال الميو 2. فبالتالي التقسيمات بتاعت المساحات بتاعتي هيكون بالشكل اللي امامك هنا، هنا الفا على 2 المساحه الصغيره هنا، والمساحه الصغيره باليمين الفا على 2، المساحه الكبيره في النص 1 ماينس الفا. نقوم نعتمد على التوزيع الطبيعي المعياري، زد الفا على 2 بيساوي زد 0.025 اللي هو بتطلع ب 1.96. هنا هيكون 1.96 من التماثل بتاع التوزيع الطبيعي هيكون ماينس 1.96. فبالتالي هنستخدم القانون اللي هو زد اكس بار 1 اللي هو ده 88.42، اكس بار 2 اللي هو ده 80.61 ناقص، طبعا بافتراض انه النال هايبوثيسيس كان صحيح، فبالتالي الميو 2 في الطرف الايمن هتجيبه في الطرف الايسر، فهيكون عباره عن ميو 1 ناقص ميو 2 بيساوي صفر، صح؟ فبالتالي الميو 1 ناقص الميو 2 ده كله هيكون بيساوي صفر، مقسوم على الجذر التربيعي لسيجما 1 سكوير اداني لها معطى 5.62 على ان 1 قلنا انها هيكون ب 50 موجوده هنا عندي لها، زائد سيجما 2 سكوير 4.83 مقسوم على 50، الناتج هيطلع لي ب 7.45. طب ال 7.45 واقعه وين؟ في محور اكس، هيكون بالتاكيد واقع بعد ال 1.96 في حته بعيده هنا، هيكون ال 7.45 واقع في المنطقه دي، فبالتالي وقعت لي في منطقه رفض، فبالتالي هرفض النال هايبوثيسيس.
هنرفض النال هايبوثيسيس، بالتالي هنقبل الفرض البديل له انه في اختلاف بين المجتمعين، في اختلاف بين المجتمعين، الاثنين ما بيساووا. فبالتالي reject the null hypothesis at alpha بيساوي 0.05. there is enough evidence to support the claim that the means are not equal. طيب نمشي للحالة الثانية، لما يكون سيجما 1 سكوير لا يساوي سيجما 2 سكوير and unknown، مجهولات الاثنين. طيب هم مجهولات، السيجما 1 سكوير مجهولة او التباين بتاعه مجهول والتباين للمجتمع الثاني برضه مجهول، كيف يكونوا بعرفوا انهم متساويين ولا ما متساويين؟ الكلام ده هسه هناخده بعد شويه، هنعرف كيف انه تباين المجتمع الاول لا يساوي المجتمع تباين المجتمع الثاني في حين انه هما الاثنين اصلا مجهولات، فدي هنعرف هسه في الخطوه الجايه ان شاء الله. طيب لما يكون الاثنين ما متساويين ومجهولات هنستخدم القانون بتاع تي بيساوي اكس بار 1 ماينس اكس بار 2 ماينس ميو 1 ماينس ميو 2 على الجذر التربيعي ل اس 1 سكوير على ان 1 زائد اس 2 سكوير على ان 2، وهنستخدم جدول تي بدرجات حريه بتحسب ال ان 1 ناقص 1 وبتحسب ال ان 2 ناقص 1، الاقل واحد فيهم ده اعتبره هو درجه الحريه، لانه كلنا عارفين انه في جدول تي بنحتاج لدرجات حرية. فبالتالي درجة الحرية بحسبه كيف؟ بانه اجيب ال n1 ناقص 1 ناقص 1 وال n2 ناقص 1، الاقل واحد فيهم هو هيعتبر درجة حرية بالنسبة لي. طيب نقوم ناخذ مثال، اداني الداتا دي قال لي كانت بي كونكلود كونكلودد ات الفا بيساوي 0.05 ذات ذا افريج سايز اوف ذا فارمز ان ذا تو فارمز از ديفرنت ولا لا؟ ديفرنت ولا لا معناتها هيكون اتش 1 اتش نوت ميو 1 بيساوي ميو 2، الاتش 1 بميو 1 لا يساوي الميو 2، والثاني المعطيات دي. وقال لي معطى في المساله انه السيجما 1 سكوير لا تساوي السيجما 2 سكوير، فبالتالي طوال هستخدم القانون الموجود امامك هنا. فبالتالي كان بي كونكلود سوري بعد ذاك بقسم المساحات لثلاث اجزاء، هنحسب من الجدول تي درجة الحرية تبع هيكون هنا ان 1 ناقص 1 ب7 وهنا ان 2 ناقص 1 ب9، اقل واحد فيهم ال 7، فبالتالي هاخد ال 7. طلع لي من القيمة الجدولية طلعت لي ب 2.365، هنا هيكون 2.365 من التماسك بتاع توزيعتي، لانه توزيعتي بيشبه لدرجة كبيرة للتوزيع الطبيعي، فهيكون هنا ماينس 2.365. فبالتالي نحسب قيمة تي المحسوبة من القانون اكس بار 1 ماينس اكس بار 2، ده كله موجود هنا في الجدول المعطيات دي، ماينس ميو 1 ماينس ميو 2، طبعا بافتراض انه النال هايبوثيسيس كان صحيح، طبعا الميو 2 هجيبه في الطرف الايسر هيكون ميو 1 ناقص ميو 2 بيساوي الصفر، فهيكون هنا بصفر. بعد ذاك الناتج هيطلع لي بماينس 0.57، ال ماينس 0.57 هتشوفها في محور اكس واقع وين؟ ماينس 0.57 تقريبا هتكون واقعة هنا في المنطقة دي، وبالتالي وقعت في منطقة قبول، فبالتالي هنقبل النل هايبوثيسيس. إذا ما في اختلاف بين المجتمع الأول والمجتمع الثاني أو في تساوي بيناتهم. إذا there is not enough evidence to support the claim that the average size of the farms is different. ما في شيء بتدعمنا او بتدعم الفرضيه بتاعت انه المجتمعين مختلفين. طيب الحاله الثالثه انه سيجما 1 سكوير تساوي سيجما 2 سكوير والاثنين unknown. طوال بستخدم برضه توزيعتي لكن في اختلاف في القانون. البسط زي ما هو زي القانون قبل شويه اللي هو اكس بار 1 ماينس اكس بار 2 ماينس ميو 1 ماينس ميو 2، لكن المقام حيكون شنو؟ اس بي، اس بي ده اللي هو التباين المشترك بين العينتين، مضروب في جذر التربيع في 1 على ان 1 زائد 1 على ان 2. الاس بي دي او سوري هو انحراف معياري مشترك. فالقانون بتاعه انه التباين المشترك دي عنده قانون اللي هو بيساوي ان 1 ناقص 1 اس 1 سكوير اللي هو تباين العينه الاولى زائد ان 2 ماينس 1 مضروب في اس 2 سكوير اللي هو تباين العينه الثانيه.
مقسوم على n1 زائد n2 ناقص 1. درجة الحرية هاخدها بشنو؟ عشان لما اجي افتش في جدول تي، درجة الحرية هيكون عبارة عن n1 زائد n2 ناقص 2. طب نقوم ناخد مثال. A researcher wishes to determine whether the salaries of professional nurses employed by private hospitals are higher than معطى مهم اللي هو عشان بعد ذاك استفيد منه في انه هقوم اضع النال هايبوثيسيس والالتيرناتيف هايبوثيسيس. Those of nurses employed by government owned hospitals. وداني البيانات at alpha بيساوي 0.01 can be concluded that the private hospital pay more than government hospitals assume ان سيجما 1 سكوير بيساوي سيجما 2 سكوير، معناتها هستخدم القانون الثاني ده يعني. طيب فبالتالي الالتيرناتيف هايبوثيسيس هيكون ميو 1 اكبر من الميو 2 من السؤال استنتجناه من المساله بتاعتنا انه النال هايبوثيسيس هيكون ميو 1 اكبر من ميو 2. طيب التي درجة الحرية طبعا بين N1 زائد N2 ماينس 2، طبعا التقسيمات بتاعت المساحات هيكون منطقة الرفض في الجهة اليمين فقط، هنا منطقة القبول الألفا الدالي ليها بـ 0.01، هنا هيكون 0.01 وهنا 1 ماينس ألفا بـ 0.99. القيمة الجدولية طلعت ليها بدرجة الحرية طبعا 16، لأنه N1 عندي ليها بـ 10 زائد N2 بـ 8 ناقص 2 بيطلع ليها بـ 16. القيمة الجدولية طلعت لي ب 2.583، هيكون هنا 2.583. نقوم نحسب قيمة تي، قيمة تي المحسوبة بنسميها قيمة تي المحسوبة. فمن الإحصاءات الاختبار اكس بار 1 ماينس اكس بار 2 ده هيكون بصفر، مقسوم على انحراف المعيار المشترك بين العينتين. الناتج النهائي بتطلع لي ب 5.47، فال 5.47 دي هيكون وقعت لي بعد ال 2.583، هيكون واقع هنا تقريبا، فبالتالي وقعت لي في منطقة رفض، فبالتالي هرفض النال هايبوثيسيس وهأقبل الفرض البديل له انه الميو 1 اكبر من الميو 2. طيب في الحالة الرابعة اللي هو الديبندنت ساموس، وده القانون بتاعي بستخدم توزيعتين. طيب الديبندنت سامبلز الثلاث حالات الاولى دي كنا بنتكلم فيها عن الاندبندنت سامبلز، والحاله الرابعه للديبندنت سامبلز. خلينا نشرح الكلام ده معناته شنو. معناته انه السامبلز اي سامبلز عندي اثنين سامبلز فرضا، يا اما يكونوا اندبندنت سامبلز اندبندنت أو يكونوا dependent. طيب الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم إنه في الـ independent samples بيكون عندي، لو فرض كان عندي 2 samples، المفردات الموجودة في العينة الأولى ما بتكون أو ما بيظهروا لي تاني مرة في العينة الثانية، بمعنى إنه الأشخاص الموجودين في العينة الأولى ما المفروض يظهروا لي في العينة الثانية، فبالتالي كده بيجو two independent samples. أما ده الـ independent samples. أما بالنسبة للـ dependent samples إنه المفردات الموجودة في العينة الأولى بيظهروا لي ثاني مرة في العينة الثانية. خلينا ناخد مثال عشان نوضح الكلام ده أكتر. نفترض انه في كلاس كان عندي عينتين، العينتين ديل امتحنوا لي في مادة الماث مثلا، مادة الرياضيات، عندي العينة الأولى الطلاب امتحنوا مادة الرياضيات، وجاوا لي العينة الثانية برضو امتحنوا نفس المادة دي، الاثنين امتحنوا نفس المادة، لكن أحمد وبابكر وعلي وعثمان وإبراهيم ديل ما حيظهروا لي هنا في العينة الثانية. أنا داري أشوف هل في فرق في الدرجات بين العينتين ديل ولا لا. فالأشخاص الموجودين في العينة الأولى
ما حيكونوا موجودين في العينة الثانية. العينة الثانية فيه الطلاب مختلفين عن الطلاب الموجودين في العينة الأولى، فبالتالي المفردات الموجودة هنا ما حتكون ظاهرة موجودة هنا، فبالتالي كده بيجوا مالون independent samples. نشوف بالنسبة للديبندنت سامبل مثال له، انه عندي مثلا مادتين، مادة الرياضيات وعندي مادة ثانية مثلا انجليزي انجلش. فجبنا طلاب امتحنوا رياضيات وجبنا ثاني طلاب امتحنوا انجليزي، لكن سوري الاثنين نفس الطلاب امتحنوا الرياضيات وامتحنوا انجليزي، يعني الطلاب اللي امتحنوا الرياضيات هم نفس الطلاب اللي امتحنوا انجليزي. ده اشوف هل في اختلاف في الدرجات ولا لا بيناتهم. فبالتالي احمد الظاهر هنا هيصلي في العين الثانية احمد، وبابكر الظاهر في العين الاولى برضه هيصلي في العين الثانية، فبالتالي المفردات الموجودة في العين الاولى هيظهروا لي في العين الثانية، فبالتالي الاثنين ديل مالهم هيكونوا dependent samples. dependent samples ده الفرق بيناتهم. طيب عشان نوضح اكتر كمان، نحن في التست هايبوثيسيس قلنا شنو؟ عندنا independent سوري خلينا نكتبها بالاسود. طيب independent samples، independent samples، وعندنا dependent samples. اوكي، في الاندبندنت سامبلز قلنا عندنا فيه ثلاثة حالات صح؟ في التست هايبوثيسيس. الحالة الأولى اللي هو يكون ماله السيجما سكوير 1 والسيجما سكوير 2، الاثنين مالون معلومات بالنسبة ليها نون. الحالة الثانية انه سيجما 1 سكوير لا تساوي السيجما 2 سكوير والاثنين unknown. والحالة الثالثة انه السيجما 1 سكوير لا تساوي السيجما 2 سكوير، يساوي سيجما 2 سكوير والاثنين unknown. وطالما الثلاثة حالات دي independent، فمتوقع انه العينات في المفردات في العينة الأولى ما بيصيروا لي في العينة الثانية. الديبندنت سامبلز عندي بس في حالة واحدة وحناخدها بعد شوية، حالة واحدة. هنا في الحالة الأولى دي بنستخدم توزيع زد، في الحالة الثانية بنستخدم توزيع تي، والحالة الثالثة برضو هنستخدم توزيع تي. الحالة الثانية درجة الحرية للتي ان 1 ناقص 1 وان 2 ناقص 1، نشيل المينيمم، نشيل أقل واحد فيهم الاثنين دول. بالنسبة للحالة الثالثة درجة الحرية هيكون N1 زائد N2 ناقص 2، عشان نستفيد منها في لما نجي نبحث عن القيمة الجدولية لـ T. في الـ Dependent زي ما هنشوفها بعد شوية هنستخدم فيه توزيع T. أفتكر درجات حرية، درجة الحرية أفتكر N ناقص 1. أوكي؟ نقوم نرجع. ايوه الفورمولا هو حيكون شنو؟ تي بتساوي دي بار ماينس ميو دي على اس دي على جذر ان. دي بار ماينس ميو دي على اس دي على جذر ان، ده القانون بتاعي. يعني هنا حيكون القانون بتساوي دي بار ماينس ميو دي على اس دي على جذر ان. الدي بار هو شنو؟ الدي بار هو هو طبعا بدون بار، سوري الدي هو الديفرنس بين اكس 1 واكس 2. طبعا ما عندي عينتين مش كده. الدي بار اللي هو بتجيب بعد ما جبت الاكس 1 والاكس 2، طبعا الاكس 1 هيكون في عمود، ده العينه الاولى ده الاكس 1، والاكس 2 برضو الداتا بتاعتي كلها قاعدة في اكس 2. فالدي ده الدي اللي هو عبارة عن ده ناقص ده، بيجيك حاصل الطرح.
والقيمة في العينة الأولى ناقص القيمة في العينة الثانية بتجيني حاصل طرح القيمتين ديل وهكذا. بعدك بجيب له الدي بار، يعني مجموع القيم دي كلها مقسوم على عدد بتجيب الدي بار. الاس دي نفس الشيء، الاس دي اللي هو الانحراف المعياري للعمود الجديد الظاهر دي، يعني حاصل طرح العينتين ديل، العينة دي والعينة دي. طيب فبالتالي نقوم ناخذ مثال: A director claims by taking a special vitamin, eight athletes are selected and given a test of strength. After 2 weeks of regular training supplemented with the vitamin, they are tested again. الكلام ده معناته انه جبت 8 رياضيين، الثمانية رياضيين قست لهم مستوى القوة بتاعتهم، بعد فترة وجيزة قمت اديتهم فيتامين معين، وبعد ذاك برضو قست لهم مستوى القوة بتاعتهم. فبالتالي بقى عندي بيفور اخذوا الفيتامين، قبل ما ياخذوا الفيتامين وبعد ما اخذوا الفيتامين. العينات او العينة الاولى دي للرياضيين، نفس الرياضيين ديل جبتهم بعد ما اخذوا الفيتامين، ده اشوف مستوى القوه هل اختلف ولا لا. فبالتالي العينتين ديل معنون عينتين ديبندنت. لما اقول ديبندنت معناتها مرتبطه، عينتين مرتبطتين او ريليتد، مرات بيسموه ريليتد سامبلز او ديبندنت سامبلز او عينتين مرتبطتين. فبالتالي هستخدم القانون بتاع دي بار ماينس ميو دي على اس دي على جذر ان. فبجيب العين الأولى، بجيب العين الثانية، بجيب الدي اللي هو حاصل طرح العينتين دي، بجيب الدي بار اللي هو متوسط الكلام ده، اللي هو دي بار بيساوي سميشن للدي على ان اللي هو بي ماينس 2.375. سوري أنا هنا قال لي، طيب ده أشوف الميو دي هل أقل من الصفر ولا لا. الميو دي مقصود بيها الميو 1 ناقص الميو 2، الميو تي الميو دي اللي هو عبارة عن الميو 1 ناقص الميو 2. فأنا أخذت إنه اتش نوت إنه الميو دي بيساوي صفر، مقابل إنه اتش 1 الميو دي أقل من الصفر، أو بمعنى تاني إنه الاتش نوت الميو دي ميو 1 ماينس الميو 2 بيساوي صفر، مقابل انه الميو 1 ناقص الميو 2 اقل من الصفر، او بمعنى تاني انه الاتش نوت الميو 1 بيساوي الميو 2، مقابل انه اتش 1 الميو 1 اقل من الميو 2. يعني هل الفيتامين اللي اديناهم في العين الثانية حصل ارتفاع في مستوى القوة بتاعهم ولا لا؟ يعني دار اشوف هل الميو 2 مستوى القوة بتاعتهم بقى اكبر من قبل ما ياخدوا الفيتامين في ميو 1 ولا لا؟ فدل عشان كده خطيت الفرضيات بالشكل ده: اتش نوت ميو دي بيساوي صفر، اتش 1 ميو دي اقل من الصفر. بعد ذاك هيكون طالما هو في اقل من، معناتها منطقة الرفض هيكون باليسار، عندي الالفا والواحد ماينس الفا. طبعا من توزيع تي هنستخدم ام ماينس واحد اللي هو 7 اللي هو 1.895، فهيكون طبعا هو في جهة السالب هيكون سالب 1.895. القيمة المحسوبة هيطلع عليه بسالب 1.388، هيكون واقع وين؟ في محور اكس تقريبا، هيكون واقع هنا، هيكون في واقع في منطقة قبول، فبالتالي هنقبل ال اتش نوت. فبالتالي ما في أي تأثير للفيتامين على الرياضيين. طيب دل التست تست the difference between two variances، اللي هو الكلام ده معناته شنو؟ الكلام ده معناته إنه داير أعمل اختبار لشنو؟ داير أعمل اختبار لـ H نوت إنه سيجما 1 سكوير هل بيساوي سيجما 2 سكوير، ولا الفرض البديل انه سيجما 1
سكوير لا تساوي السيجما 2 سكوير. ممكن يكون لا يساوي او اكبر من او اصغر من اي واحد من الثلاثه حالات دي. ده المقصود به. عينه نحن هنختبر شنو؟ هنختبر انه التباين المجتمع الاول بيساوي التباين المجتمع الثاني ولا لا. فبالتالي ده اداك دي الاجابه بتاع السؤال اللي قبلك، في انه في المتوسطات لما نختبر بين متوسطين عندي ثلاثة حالات. عندي الحالة الأولى إن سيجما 1 سكوير والسيجما 2 سكوير معلوم، الاثنين معلومات بالنسبة لي صح؟ والحالة الثانية إنه سيجما 1 سكوير لا يساوي سيجما 2 سكوير والاثنين معلوم unknown مجهولات. والحالة الثالثة إنه السيجما سيجما 1 سكوير تساوي السيجما 2 سكوير والاثنين معلوم unknown. فبالتالي هنا في الاختبار ده لو قبلت اتش نوت، لو قبلت اتش نوت معناته انه السيجما 1 سكوير ماله يساوي السيجما 2 سكوير. فبالتالي هقوم اختار يا حاله، هقوم اختار الحاله رقم 3 صح؟ لو رفضت فرض العدم وقبلت فرض البديل اللي هو انه سيجما 1 سكوير لا يساوي سيجما 2 سكوير، فبالتالي هقوم استخدم يا حاله الحاله الثانيه دي صح؟ فبالتالي انا قبل ما اختبر انه الميو 1 بيساوي ميو 2 او اختبر الفرضيه بتاعت المتوسطات لازم اعمل حاجه، اعمل اختبار التباينات انه هل التباين المجتمع الاول بيساوي التباين المجتمع الثاني ولا لا. من الاختبار دي بيحدد لي انا هستخدم يا تو حاله من الحالات الثلاثه اللي فوق دي، الحاله الثانيه، وانا هستخدم الحاله الثالثه من الناتج بتاع الاختبار بتاع التباين دي. قبلت فرض العدم معناتها في تساوي بين التباينات، معناتها هستخدم الحالة رقم ثلاثة دي. لو رفضت فرض العدم معناتها قبلت فرض البديل، معناتها أنا هستخدم الحالة الثانية اللي هو إنه تباين المجتمع الأول لا يساوي تباين المجتمع الثاني. وهنا هنقوم نستخدم في الاختبار بتاع التباينات توزيع جديد اسمه توزيع F. القانون بتاعه بيساوي S1 سكوير على S2 سكوير، تباين المجتمع سوري تباين العينة الأولى مقسوم على تباين العينة الثانية. توزيع F ده توزيع جديد بيشبه لحد كبير توزيع مربع كاي اللي هو في التوى ناحية اليمين، بيشبه لحد كبير لكن شكله أضيق شوية من مربع كاي. بيبتدي من الصفر، ما عنده قيم سالبة، بيبتدي من الصفر لحد ما لا نهاية. ده توزيع توزيع F. المساحة تحت المنحنى طبعا بيساوي 1، ده اسمه توزيع F، بيشبه لحد كبير توزيع مربع كاي. لكن في توزيع مربع كاي المتذكرين بيحتاج لدرجات حرية. الآن في توزيع F ما هحتاج لدرجتين حريات، يعني في توزيع F هقوم احتاج درجة حرية معاه درجة حرية تانية. في توزيع كاي سكوير كان بحتاج بس لدرجة حرية واحدة، لأنه في جدول F هيطالبك بدرجة حرية الأولى ودرجة حرية الثانية. لو رجعنا للكتاب بتاع الإليمنتري ده الجدول بتاع F، فشايفين هنا عندي قيم هنا في أول عمود وقيم في أول صف. القيمة في الأول صف ده درجة الحرية الأولى، والقيمة الموجودة في أول عمود ده درجة الحرية الثانية. فلازم نفرق. نقوم نرجع للمثال. اتذكروا إنه الـ S1 سكوير موجود في البسط is the larger of the two variances. يعني في القانون لما تخط القانون دي تشوف الـ S1 سكوير والـ S2 سكوير الأكبر ياتا دي ولا دي، الكبير فيهم تخطه في البسط والصغير تخطه وين؟ في المعام. اتذكروا الكلام ده طيب نقوم نشوف مثال. في المثال بيقول لي a medical researcher wishes to see whether the variance of the heart rate ضربات القلب افتكر of smokers is different from the variance of heart rates of people who do not smoke. Two samples are selected and the data are as shown. The data بتاعتي
الالفا قال لي ب 0.05. Is there enough evidence to support the claim انه الاثنين مختلفين، التباينين مختلفين ولا لا؟ فده القانون، سوري ده الفرضيات بتاعتي، ال اتش نوت سيجما 1 سكوير بيساوي سيجما 2 سكوير، مقابل انه سيجما 1 سكوير لا يساوي سيجما 2 سكوير. الان هنقوم نشوف، طبعا التقسيمات هيكون ثلاثة تقسيمات، المساحة بالشمال ب 0.025، المساحة باليمين ب 0.025، مش كده؟ طيب المطلوب الآن شنو؟ نقوم نحسب القيمة الجدولية. طيب نقوم نحسب القيمة الجدولية زي ما قلت لكم إنه توزيع F هو توزيع ملتوي ناحية اليمين، ملتوي ناحية اليمين، ده توزيع كاي سكوير. هقسم المساحات لثلاثة أجزاء، المساحة الكبيرة في النص ب 0.95، المساحة الصغيرة هنا ب 0.025، والمساحة الصغيرة هنا ب 0.025. طيب محتاجين نوجد القيمة دي ونوجد القيمة دي، هنوجدها من وين؟ من جدول توزيع F. طب هستخدم F بدرجة حرية N1 minus 1، دي درجة الحرية الأولى، ودرجة الحرية الثانية N2 minus 1. ال N1 minus 1 بكم؟ نرجع للمسألة، هو العيلة الأولى N1 ب 26 وال N2 ب 18، فبالتالي هيكون 26 ناقص 1 ب 25 وال 18 ناقص 1 ب 17، فبالتالي هيكون عندي 25 و17. هيكون هنا 25 وهنا هيكون 17. طيب وعندي الالفا اداني ليه سوري الفا على 2 ب 0.025، فهنقوم نفتش في الجدول بتاعنا على اف، المساحة 0.025، درجة الحرية الأولى 25، درجة الحرية الثانية 17. تذكروا 0.025 درجة الحرية الأولى 25، درجة الحرية الثانية 17. فنقوم نمشي لتوزيع F. اتذكروا في توزيع F ده جدول، وده جدول برضو لـ F، وتحت لما ننزل ده برضو جدول لـ F، وده برضو جدول لـ F، عندي مجموعة من الجداول لـ F، لكن كل جدول مختلف على الثاني في الألفا الفوق دي. الألفا الفوق دي هنا ألفا 0.005، ده الجدول بتاعي. الجدول الثاني للالفا لما تكون ب 0.01، الجدول اللي بعديه لما يكون الالفا ب 0.025، الجدول اللي بعديه ب 0.0، وهكذا بيختلف بحسب اختلاف الالفا. فالالفا اللي احنا عندنا هنا نحن مركزين على 0.025، ففي الجدول هنقوم نشوف الجدول اللي فيه الالفا ب 0.025 هنديله. طيب درجة الحرية الأولى 25، هنقوم والدرجة الحرية الثانية 17، فال 25 درجة الحرية الأولى هنفتشها في أول عمود، ودرجة الحرية الثانية في أول صف، الكلام ده مهم بنفس الترتيب دي. ال 25 هنفتشها في أول في أول صف فوق، والدرجة الحرية الثانية هنفتشها في العمود الأول اللي هنا دي. طيب ال 25 هنفتشها فوق، في 24 بعد ذاك بيجي 30، ممكن ناخذ ال 24 كتقريب، وبعد ذاك تقاطعها مع شنو؟ مع ال 17، ال 17 وين؟ هندي لها، فحيكون تقريبا هندي لها 2، لو شايفين ما عارفين الفيديو بيتكبر ولا لا، لكن انا شايفه هنا ب 2.56، فبالتالي هنا حيكون اعملها بالازرق 2.56. طيب جبنا ده، اتفضل لي ده، طبعا انا جبت ده لانه المساحه قدامي ب 0.025، دار اوجد القيمه دي معناتها هشوف المساحه قدامي كم. المساحه قدامي عباره عن 0.95 زائد 0.025، او المساحه تحت المحاضنه كله ما بواحد، مش كده؟ واحد ناقص المساحه الصغيره دي ال 0.025 دي هتجيب لي المساحه قصاد القيمه دي. فعلى كيفك ممكن تقول
ممكن تقول اف طبعا درجة الحرية 25 و17، يا ما تقول بي اللي هو 0.95 زائد ال 0.025 المساحتين ديل الاثنين ديل دي ودي، او ممكن تقول اف 25 و17 اللي هو 1 ماينس الفا على 2 اللي هو 1 ماينس 0.025، الاثنين بيدوك نفس القيمة اللي هو حيكون 0.975 درجة الحرية 25 و17. فالمطلوب انه اشوف من الجدول بتاع توزيع اف لما يكون المساحة ب 0.975. فنمشي للجدول. في الجدول لو فتشته ما حتلقى الفا ب 0.975، هنا ما في، هنا ما في، هنا ب 0.025 ما دارينه، هنا ب 0.05 ما دارينه، هنا ب 0.1 ما دارينه، تاني خلاص ما في عندي جدول. وبالتالي انا حقوم اعمل شنو؟ في قانون عندنا في الاحصاء في بالذات في واحده من خصائص الاف، انه لما يكون عندي اف N1 و N2 واحد ماينس ألفا على اتنين ده بيساوي لي واحد على بقلب F، بقلب درجات الحرية معاه N2 هيجي في الأول، بعدك N1، بعدك واحد ماينس ألفا على اتنين هتبقى ألفا على اتنين. ده قانون واحدة من خصائص ال F عندنا في الإحصاء بستخدمه عشان أقدر أطلع القيمة الجدولية. فبالتالي لو طبقنا القانون دي عندنا هنا هسه في حالتنا دي ال F درجة الحرية 25 و17 0.975 بتساوي لما نيجي نقلب هيكون واحد على F المساحة ب 0.025، مش كده؟ الواحد ماينس ألفا على اتنين هتبقى ألفا على اتنين، درجة الحرية هيتقلبوا هيبقى 17 في الأول بعد ذاك ال 25 اللي هي بالساوي، يلا هيكون واحد على كم؟ يلا درجة الحرية 17 و25 والمساحة كم؟ 0.025. هنستخدم الجدول ده، الألفا ب 0.025، ال 17 بيجي في الأول حتى ال 25، ال 17 بفتشه فوق تقريبا واقع بين ال 15 وال 20، وبعد ذاك ال 25 بفتشه هنا في أول عمود هندي ال 25، فال 25 هندي ليها هيكون بين الاثنين بوينت 41 والاثنين بوينت 30. ممكن نجيب الوسط بيناتهم، اثنين بوينت 41 زائد اثنين بوينت 30 لما نجمعهم بعد ذاك نقسمهم على اثنين تقريبا حيطلع اثنين بوينت 3 6، واحد على بوينت 36. فنقوم نرجع للمسألة بتاعتنا، فجاب لك هنا واحد، واحد على 2.36، لما نكسب واحد على 36 هيكون ب 0.42. فبالتالي ده الناتج بتاعي هنا هيكون ده القيمة الحرجة في الطرف الشمال 0.42. بعدك نشوف القيمة المحسوبة S1 سكوير على S2 سكوير، يعني الكبير هيكون فوق 36 مقسوم على 10 اللي هي بتساوي 3.6. 3.6 هنشوفه واقع وين في محور X، هيكون واقع بعد ال 2.56 هيكون واقع عليه في منطقة رف، بعدها معناتها هرفض فرض العدم، معناتها هقبل فرض البديل، معناتها ما في اختلاف، في اختلاف بين التباينين، في عدم تساوي. طيب في أمثلة هنا ممكن تشوفوها تطلعوا عليها عينوا في المثال الثاني هنا او في المثال الثالث، سوري المثال الثالث انا بديك المعطيات كلها، بديك الاس سكوير 1 والاس سكوير المفروض هنا يكون اس 1 سكوير وهنا المفروض يكون اس 2 سكوير، دي العين الاولى دي العين الثانيه، واضح انه التباينين مجهولات، التباينين ما معطى بالنسبه لي، وما بديك انا او ما اديتك انه هل السيجما 1 سكوير بتساوي سيجما 2 سكوير، هل بتساوي ولا ما بتساوي. ففي حاله زي دي لو ما اديتك معطى في المساله انه سيجما 1 سكوير ما بيساوي سيجما 2 سكوير او ما بتساوي او ما بتساوي، تعرفها كيف؟ تعرفها من الاختبار بتاع الاف الاسئله قبل شويه اللي اخذناهم، نستخدم
توزيع F نستخدم الاختبار ده، نستخدم الاختبار ده عشان نحدد يا ترى حالة من الحالات الممكن نستخدم الحالة التانية ولا الحالة التالتة، عشان نختبر إنه هل في اختلاف في المتوسطات ولا لا. نفس الشيء بينطبق على السؤال رقم 4، السؤال الرابع 4 نفس الشيء. أوكي، السؤال الخامس ده dependent samples، واضح ما فيه شيء. بس نقف لحد هنا، لو في زول عنده أي سؤال ممكن يسألني في التليجرام إن شاء الله.